السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ سنة 5 ابتدائي، إليكم درس مهم جدا، هي حفظ أجزاء جسم الحيوان. لي بارت دي زانيمو، أجزاء جسم الحيوان. عندنا نبدأ بلو ليون. لو ليون معناها الأسد. الأسد واش عنده في شكله؟ عنده لي زوغاي، عنده الأذنين معناهم لي زوغاي، عنده اون بيل كرينيير، هو الشعر المحيط بوجهه، اون بيل كرينيير، عنده اون كي، عنده الذيل، عنده ان بولاج مارون، عنده ني لي بات، هما الأقدام، الأطراف، هذو الأقدام هما لي بات. ننتقل إلى حيوان آخر، عندنا لاجيغاف. لاجيغاف هي الزرافة. لاجيغاف هي الزرافة. وش عندها الزرافة؟ لاحظوا عندها لي كورن، عندها القرون. لي كورن هما القرون. عندها لي زوغاي هما الأذنين. عندها لي ميزي هما الأنف، هنايا الأمامي الوجه هنايا. عندها ان كو هو العنق. عندها تاش مارون هما البقع البنية اللي في في الزرافة. عندها انكو هو الذيل. عندها لي بات هما الأقدام. دي صابو هما هذو اللي هنا صابو. عندنا حيوان آخر، عندنا لو فنك، الفنك. الفنك لاحظوا عنده دو لونغ زوغاي، عنده أذنين طويلتان هنا كبيرتان، عنده ان بولاج مارون كلير بني فاتح، عنده ان كوديل، وعنده كاتر بات، اربع اقدام. عندنا حيوان اخر، ليليفون هو الفيل. الفيل هو ليليفون. ان لونغ ترومب، عنده خرطوم طويل، لونغ ترومب. عنده دي زوغاي، اذنين لي زوغاي، عنده ان كوديل، عندو دو ديفونس منخارين هادو، عندو لي بات أقدام، أربعة كاتر بات. عندنا حيوان آخر، لا غازيل. لا غازيل هي الغزالة، عندها دو كورن، دو كورن، عندها لي زوغاي، عندها اون كي ذيل، عندها ميزي هو الأمامي الوجه، عندها ان كو عنق، عندها لي بات فين هما الأقدام، رقيقة ضعيفة رقيقة. لاحظوا صابو، هادو اللي هنا سموهم صابو، دي صابو. ننتقل إلى حيوان آخر، عندنا لي زابغ. لي زابغ عندو لي زوغاي، اذنين، عندو دي غايور بلانش اي نوار، عندو خطوط سوداء وبيضاء، عندو ان كي ذيل، وعندو لي بات اقدام. عندو لي بات اقدام.